ايتما سويتما ازول القافلة نش مجيها الى اقاد كيتت واند شاواند العرايش نهارا نسيت غتندين الحسيمة. الحسيمة هاد المدينة اللي كتميز بحور ومناظر خلابة وشبابها مهوبين في الغناء والكوميديا، هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه جميع التفاصيل. نجم الجهة حط الرحال بأعالي جبال الريف وبالضبط في مدينة الحسيمة في رحلة للبحث عن نجوم في الغناء والكوميديا. المواهب توفدوا على مقر دار الثقافة الأمير مولاي الحسن وكلهم رغبة لأداء أحسن ما عندهم أمام لجنة التحكيم. يوشي شمبابان سفران كونسا وتشما خزاغ ذي قبريد وفي غادة زرار من غاقنطر خزرة ثينو أموحان دبابا ثروحة تجيذانا وحدنا قيدة مارا وانت يا شكام شكون داليك الشان وانت يا شكام شكون داليك الشان حبيبة ديالي يلا ركبي حدايا عندي ماري غانك سيري غانديك معايا أكتر من اللي أنا بحلم بمسادرة خبانة تاني علي غاري ثم وثنور اللسن ثمورا على الشفا قد سطرت حين غيبت أحمد يا نور الهدى لشوق فاق المدى. بعض المشاركين نل منهم الارتباك وخلاهم ما راضيينش على نفسهم وبالتالي كيضيعوا الفرصة من بين ايديهم. صبري وصبري ويا جاي فرج ربي صبري صبري انا جاي فرج ربي. حمد كيفاش داز الكاستينغ؟ الحمد لله. السلام عليكم. بعدا الكاستينغ الحمد لله داز كاستينغ يعني في المستوى، وكنتمنى ان شاء الله يعني التوفيق لي كونديدا كاع اللي دازوا معنا في هذه المسابقه هذه، وكنتمنى ان شاء الله يكون الصوت ديالي يعني لافوا ديالي عجبت لجنه التحكيم، وكنتمنى يعني التوفيق للجميع. معنا واحد المشارك مازال كيتدرب باش يدخل لقاع الكاستينغ، خلينا نسولوه واش كاين شي تخوف ولا لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم الفنان حسن الحسيمي، كنوجد راسي باش ندوز في الكاستينغ وكنتمنى نتقبل، وكدابا كنوجد راسي. واش كاين شي تخوف واش كاين شي تخاك؟ ارتباك باينه كيكون ارتباك، ولكن نتغلبوا عليه ان شاء الله ولينا التوفيق ان شاء الله للمشاركين اللي معنا كاملين ان شاء الله. حد سعيد بالنسبه للمسابقه. بغيتك تكوني حلالي يا العمر يا دلالي يا لغز ديالي انا رايني. شيماء كي داز الكاستينغ؟ لا بخير الحمد لله. شنو غنيتي؟ غنيت مقطع من أغنية انت عمري للسيدة أم كلثوم. اللي شفته آه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوا ازاي عليا اللي شفته. انا كتعجبني، انا كتطربني، انا براسي كتطربني. بعد اولا كنبدا من العائله، كتطربنا حنا العائله اذا غتطرب حتى المجتمع. الا كانت فنانه راسها وفنانه المجتمع، هادشي اللي كاين. الله يوفقها ان شاء الله وتكون من الممثلين ديال مدينه الحسيمه في النهائيات بمدينه طنجه ان شاء الله يا ربي، وداكشي يشرفنا ويشرف الاقليم كامل والجهه كامله. تبارك الله عليك. مشاهدينا نخليكم مع مشارك اخر. كاب راديو من الشمال للجنوب. نوال كيف داز الكاستينغ؟ صافا الحمد لله، كان في المستوى. شنو قدمتي للجنه التحكيم؟ قدمت أغنية الأولى اللي كانت تحت عنوان رجعوني عينيك لأم كلثوم. رجعوني عينيك لأيام اللي
كان فيها ستريس بزاف وما كنتش يعني ما مولفاش بزاف انني نتصادف مع لجنه تحكيم، وكان نفكر بانني قادره نواجه الالاف ديال الجمهور، ولكن بالنسبه للجنه التحكيم تجيني شي حاجه صعيبه. سيفان دوك الانترو وشايد الميكرو استاس السقسى المسكين الحقيقه ما فوضاس كل واحد دراري ديما راسهم خاوي يفكروا في سداري ديما يفكروا بحال بهيمه. ايوا في 94 24 من شهر واحد في اول وهله اصحاب لي ما لقيت حتى واحد باسم الشباب بهاد البلاد نكتب هاد الرساله حيت ضاق بينا الحال والحال حال وحاله. ازول مخصبي الكاستينغ نساعد مليح الحمد لله نجاج المشاركه شني كثاني مشاركه روخا نتقيت يعني كالكاستينغ، ونتمنى ان شاء الله الفايزين كلشي نتمنى يسن التوفيق كلشي نساعد مليح الحمد لله يعني نلقى تحسن مثلا لدى اللجنه المنظمه والحمد لله نتمنى التوفيق كلشي. يا ماما ماما تحنيش تصبح طرويات قرص السينو ماما وتصدغان غان شني تصدغان سبحان الله العظيم شني تفضح عموش غادي يخرق يغتقد غاس عامين يتيري غاش يغتقد شلاغميس يغتقد رماق وقمو ليك شمواتي وأول ورقة غير أما أما غشو سبحان الله العظيم تدي مستحنين مشو نمي حنو مواهب مدينه الحسيمه كانت متعدده ومتنوعه، كاين اللي غنى العربيه، كاين اللي غنى الامازيغيه، كاين اللي قدم في الرقص وكذلك الالعاب السحريه. انتظرونا في اخر محطه من الكاستينغ طنجه.